إيه؟ يابا، هاي المي مقطوعة والخزان فاضي. معقولة هيك؟ أبوي سواق تنك مية وإحنا مقطوعين من المية؟ ما هو المثل بيقول باب النجار مخلع. المشكلة يابا التنك معي فاضي، مش محمل ولا نقطة. بكرة بتيجي المي إن شاء الله. وأنا بدي أقعد أستنى المي لبكرة؟ الله بعينك يابا، قوم لف على هالجيران يسلكونا بقلن مي. يا صباح يا عليم يا رزاق يا كريم. يابا امبارح لفيت على كل الجيران وما حدا اعطاني نقطة مي، بدي اتحمم والمي بعدها مقطوعة. شو بدي اسوي لك يابا اذا المي بعدها مقطوعة؟ قوم معي نشوف النحل. وبعدين مع قطعة هالمي يا جماعة الخير مش لاقين نشرب. لفينا على السيل انا وابني، لقينا السيل ناشف، حتى البيار اللي كنت اعبي منها نظبت. تعال نشوف بير القرية، بلكي على الله نلاقي فيه مية. عليهم. له 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 له، هذا مش ضايل مية في البير يا أخوان، معقول؟ يا أخي أنت من وين بتعبي تنكك وبتبيع للناس مية؟ أقولكم تعالوا خلينا نجرب هالبير الصحراوي. وين راحت بحيرة مياهنا الجوفية؟ ما في تحتنا بحيرة يا حبيبي، تحتنا طبقات صخرية حجرية. كلامك هذا غير ممكن. لعاد من وين تيجينا المياه الجوفية؟ شفنا هذاك اليوم حملة توعوية عن المياه الجوفية أنا وياك، ونفذوا تجربة توضيحية اسمها صندوق الرمل. صندوق كله حجار ورمل وداروا عليه مي، فبتشوف المي انسابت في مسامات الرمل والحجار وتجمعت في قاع الصندوق في مكان محدد. نفس الاشي الابار، مياه الامطار بتتجمع تنساب خلال الشقوق والمسامات الصخرية، تتجمع في تجويفات الابار المنخفضة داخل طبقات الارض، وبعدين احنا بنقعد نسحب منها بالدلومة تراب الضخ. وصلت يا حبيبي؟ معناته على كلامك لازم يكون عندنا كمية مياه ضخمة تجمعت على مر السنين. يا أخوي والله واضحة واضحة، دورة المياه الجوفية شبه ثابتة، استهلاكنا بزيد وبنشفط منها بالأطنان كل سنة، بينما ما في أي إضافة للمياه، وتناقص الأمطار زاد الطين بلة، قصدي زاد الطين جفاف، معناته النظام قاعد بيخسر مياه أكثر من اللي بيجيه، وكميات المياه المخزنة راح تخلص. أكيد إحنا وصلنا لمرحلة استنفاذ المياه الجوفية، والميات اللي حوشناهن عبر هالسنين استهلكناهن بسنوات قليلة. ولو فرضنا إنه نزلت أمطار وقعدنا نخزن من أول وجديد، بدنا عمر لما نعبي مخزون جديد. بصراحة الله يستر، إحنا في كارثة مائية، بدنا حل. وبعدين ما تنسوا إنه الناس عندنا بتزيد والمي بتقل، والأزمات حوالينا زادت الناس عندنا، وربك اللي بعين. والله فعلا كارثة. إذا بقول لك قيام وزوال الحضارات يعتمد على نجاحهم في إدامة مواردهم المائية، شو راح يصير فينا وفي أولادنا من بعدنا؟ كيف نتوسع ونتطور وفيش عنا مية؟ شوف لك هالمنظر، بيحمموا بشجر المزارع وإحنا مش لاقيين مية نتحمم، نازلين كب في المية وإحنا قبل شوية دفعنا بكر الجحا عشان أكمل متر مية. عن جد مش لو زرعوا بالأغوار أحسن إلنا وإلهم، والمية هناك للزراعة متوفرة. ما هو كله مشان بالآخر تأكلوا فواكه. ما بدنا هالفواكه في أرض صحراوية ما ظل فيها مية. طيب يابا شو الحل برأيكم؟ مد الحافك عقد رجليك، ميتنا الجوفية قليلة فلازم نحسن استخدامها لأنها بقيمة ذهب، والناس لازم ترجع تلم المي بالشتاء زي زمان لنستفيد منها بالصيف، والمزارع بس في مناطق الزراعة. فعلا لازم ندير بالنا على المي ومش لازم نهدر أي نقطة، ولازم نرتب أولوياتنا في استخدام مواردنا المائية بحكمة وبعد نظر.
وصلت يا حبيبي؟